يا شباب معلش على المشاكل دي، بس ده الكونفرميشن انه الصوت والصورة كويسات وان شاء الله نبدأ طوالي. الصوت واضح يا جماعة؟ تمام. طيب نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي المقداد حيدر محمد علي، طبيب حاليا شغال في بريطانيا. تخرجت سنة 2018 من جامعة الخرطوم كلية الطب، وعملت الامتياز سنة 2019. سجلت في الجي ام سي طوالي بعد الامتياز بالممبرشيب، وجيت بعدها هنا في UK. حاليا شغال في مستشفى ويدنشو هوسبيتال اللي هي بارت اوف مانشستر فاونديشن تراست في مانشستر. السيشن دي حتكون ان شاء الله عن سيرفايفنج يور فيرست NHS بوست سيرجيكال بوست اللي هو الاورثوبيدكس. السيشن دي عباره عن كونتينيويشن بتاعت السيريز بتاعتنا اللي هي Surviving of First Surgical Post in the NHS، واللي هي intended عشان ندي فكرة عامة للناس عن إنه how to adapt يعني بالنسبة لزول جاي دوب من السودان ل surgical job هنا في UK مع اختلاف السيستم وكده. بنحاول دائما في السيشنز نقوم نغطي ال يعني what to expect in the daily jobs، في سواء كان ال ward tasks سواء كان ال on call duties، الحياة اللي بتخلي الزول يكون مسلك في ال work dynamics يعني في الشغل. زي ما كان بدينا ال introductory session كانت هي موضوع إنه الناس كيف تتم التسجيل بتاعها في ال GMC، سواء كان تكلمنا برضو فيها عن التسجيل في ال OIT والتسجيل بال membership أو بالبلاب والتقديم بعد ذاك. بس الحاجة دائما النهجة اللي هي حتى مع الشباب هنا الجروب بتاع سجدة يعني انه الناس احنا عندنا العادة الكعبة اللي هي موضوع السبون فيدينج، يعني انه دائما الناس بتحاول تسأل من دون ما هي ذاتها يعني تشوف السورس الاصلي بتاع الحاجة. فبس نصيحة قبل ما نبدأ، احنا اي نعم بنعمل الحاجات دي كلها، لكن دايما نشوفوا السورس بتاع الحاجة اللي انت مقدم فيها. يعني انت دار تقدم للجي ام سي تمشي تشوف موقع الجي ام سي فيه شنو، تقدم للممبرشيب تشوف موقع الرويال كوليدج فيه شنو، وهكذا. تمام. ان شاء الله نبدأ طوال السيشن دي عشان ما نمسك زمن تاني كتير. طيب السيشن قلنا حتكون على الأورثوبيدكس. الأورثوبيدكس is a good specialty to start your NHS experience with. ليه؟ It's way simple. دي ما حاجة دائرة كلام يعني الناس كلها عارفة. و easy to adapt to. يعني أكتر حاجة قريبة لل manual tasks يعني أكتر من باقي التخصصات. It's all about pathways, it's all about protocols, and at the end of the day it's a matter of patient safety. يعني زي ما قال لي واحد أول ما بديت في الجوب إنه it's very difficult to kill someone while you're working in orthopedics. يعني فالناس تطمن يعني إذا بدت في orthopedics. تمام. الحاجة إن إحنا بنتعامل معها في orthopedics بتكون دائما يا إما بتكون في صيدلة تروما أو في صيدلة الإلكتيف ككلمة كبيرة يعني كده. الصيدلة بتاع تروما اللي هو كنا نعمل تروما في الليمز أو في البلفيس أو في الليجامنتس ماسلز تندونز كده.
الحاجة التانية برضو ممكن يتعامل معاه اللي هي الانفكشنز والتيومرز. التيومرز از ريرلي يعني، بالذات هنا بتكون في السنترز بتكون سبيشالايزد، فالناس زي ديل ما بيجوا الا في المستشفيات المتخصصة يعني. The most common type of patients that we have، طبعا هنا في UK life expectancy عالية يعني، فعشان كده أكثر عيانين حتلقوهم اللي هم ال old patients with hip fractures، يعني ناس عندهم neck of femur fracture، عندهم other type of hip fractures يعني. ديل بيكونوا most of our inpatients are these patients. والموست كومن انجريز اللي هي بتلقانا عموما في الاورثوبيدكس دي حاجه عامه يعني، اللي هي الهيب فراكشر زي ما قلنا في الاولد بوبوليشن بالذات، وفي ديستال راديوس فراكشرز والانكل فراكشرز كذلك من الحالات الكبيره في الاورثوبيدكس اللي هي موضوع السبتيك ارثرايتس. تمام، اللي هو دائما لما زولكم قاعد في الانكول ولا كده بيدو كول، والله نحن العيان ده جانا في اليدي مثلا we need to exclude septic arthritis، فدي كلها هنجي هنشوف السيناريوهات اللي قدام ان شاء الله في السيشن دي. الاورثوبيدكس as a discipline الامرجنسيز بتاعته ما كتيرة، ف الامرجنسيز mainly most common يعني معروف للناس كلها اللي هي الكومبارتمنت سيندروم، والحاجة التانية اللي هي sort of emergency بالنسبة للاورثوبيدكس اللي هي open fractures. Open fractures ما بتجي في أي مستشفى. Open fractures are mainly يعني mainly considered major trauma، فهنا ده بتجي لل major trauma centers. يعني أنت لو شغال في مستشفى not considered major trauma very rare إنك أنت to be faced with an open fracture. تمام؟ طيب نيجي للرول بتاعنا إحنا ك orthopedic doctors يعني. طبعا احنا السيشن دي لما نقول سيرفايفنج يور فيرست سيرجيكال بوست بنكون دائما قاصدين ات اور ليفل، يعني احنا كلنا عباره عن جونيورز، يعني احنا لما مشينا من السودان ما في واحد فينا عنده خبره اكتر من سنه بعد الامتياز ماكسيمم يعني. فالليفل اللي احنا جايين فيه اللي هو ليفل بتاع الاس اتش اوز. تمام، ف يور مين رول as an asset show بالذات اللي هي عبارة عن service post يعني، انك انت to cover the rota gap اللي هو جماعة ديل ما نحنا تكلمنا من بدري انه في training job وفي service job. فالواحد فيه لما نجي ك service job travel of an asset show، اصلا service job دي كلها انت هم ناس UK ديل جايبين ناس يغطوا لهم الروتا جاب، فانت المين responsibility بتاعتك اللي هي عبارة عن الورد كفر واللون كولز. تمام، وورد كفر انون كولز دي الحاجه اللي انت جايبينك عشانها. طيب فالثياترز والكلينكس ار نوت يور ريسبونسابيلتي. تمام، ما معناته انك انت ما ممكن تمشي، انت ممكن تمشي لكن في اغلب المستشفيات قد يكون في مستشفيات انت محدد لك زمن عديل في الثياترز وزمن عديل في الكلينكس، لكن دي من الحاجه الثابته. فالحاجة الثابتة اللي هي عندك الورد كفر عندك اللون كولز كويس. فحتى إذا كنت ما عندك في جدول الثياترز ولا كلينكس you might be asked إنك أنت مثلا في اليوم الفلاني تساعد your registrar or your consultant في الثياتر المعين يعني. تمام، أنا بقول الكلام ده عشان بس احبط الناس اللي بيكون عندهم انترست في الثياترز ولا كده، لكن بس بقول لهم انه انت الحاجه الاساسيه جايبينك عشانها ما عشان توبريت، جايبينك عشان تعمل كلينكس، جايبينك عشان تغطي الوردز واللون كولز. تمام، فما في زول بيسالك اذا انت حضرت الثياتر، لكن بيسالوك لو في اي تقصير في موضوع الوردز ولا في اللون كولز. تمام، فالحاجه ليه بنقولها عشان نعرف انه انت يفترض لما تيجي هنا ده تبدا وظيفه زي دي you need to focus on getting used to these tasks on your first days. كويس، فأول ما زول يحاول to master the skills اللي بتخليه يعني to adapt في الwords و during the long calls. ف my advice إنه في الأول زول لما نيجي في وظيفة في UK هنا ده بالذات في الأورثوبيدكس إنه يكون عنده shadowing period
يعني اول ما الزول يجي اوفر في مستشفى ويجي نازل يكون اتفق مع ناس ال مع ناس المستشفى انه يكون عنده شادوينج بيريود. شادوينج بيريود تكون كويسه مينيمم اوف 2 ويكس يعني. و try to shadow someone يعني ما زول يعني ما زول يوريك علم. احنا ما ناقصين علم يعني كويس، ولهم احسن مننا في علم جماعه دي كويس، لكن احنا ما فاهمين السيستم. فحاول اعمل شادوينج لزول فاهم السيستم، يفهمك السيستم بدل ما يفهمك انه الفراكشر ده عباره عن الخاشي انترا ارتكولر ولا كوميونيتد ولا سيمبل ما فرقت كثير الحاجه دي. تمام، الحاجه اللي بتفرق انه انت تعرف انه العيان ده كويس، العيان الجايك ده هل بيحتاج ادمشن ولا ما بيحتاج ادمشن. هل اذا انت ضرب لك ويتون كول يفترض تشوف العيان ده ولا لا يا جماعه؟ من الاي دي عنده باثوي معين انت ما بتشوف اصلا. هل لما الورد يضرب لك يقول لك والله عندنا حاجه معينه دارين انك تعملها، هل الحاجه دي ريسبونسبيلتي ولا هل ممكن يعمل الجونيور بتاع التيم مثلا الفاونديشن دكتور؟ فدي الحاجات المهمه، دي الحاجات اللي بتخليك تسلك بسرعه اكتر من انك انت تعرف الطايب بتاع الفراكشر ولا كده كويس. ف والكي تاني زياده على موضوع الشادوينج ده والشادوينج ليزول ذاته فاهم السيستم، اللي هو انت لازم يكون عندك اكسبوجر على قدر الامكان. يعني الكي في موضوع يو كي ده كله get exposed as much as possible. تمام، وبعد ذاك هو الكاتش اب. يعني النصيحه الثانيه know the ED pathways. احنا قلنا انت يا هتكون في الورد يا في اللون كول في الغالب صح. فيت ديورينج اللون كول most of the referrals will be from the emergency department. يعني فالإمرجنسي ديبارتمنت دائما عشان يسهلوا الشغل اللي يروحهم بيكون عندهم باثويز. كمثال مثلا نمسك زول جانا هو زي ما احنا قلنا مصف the injuries يعني one of the most common type of injuries will be distal radial fractures. فالباثوي بتاع اليدي مثلا بتاعنا انه اذا كان الفراكشر ده displaced طوالي بيقوم بيضربوا للانكول اللي هو مثلا بيكون انا مثلا بيضربوا ليه بيقول ليه والله احنا عندنا العيان الفلاني ده جبي فراكشر of distal radius which displaced. فليه برفروا لك؟ لانه انت الباثوي بتاعه من يفترض to refer to the on-call يفترض to be manipulated by the on-call بعد ذاك نخده في كاست كويس. فالحاجة ما بيعملوهم في اليدي دي يفترض تعملي انت. لكن على صعيد اخر يعني اذا كانت distal radial fracture ذاته undisplaced doesn't need any manipulation الباثوي بتاعهم بيقول لهم خدتوا في كاست وعملوا له referral to the virtual fracture clinic. virtual fracture clinic دي اللي هي عبارة عن العيان بعد ما يعملوا assessment يعملوا documentation online عيان الفلاني history بتاعه كده examination كده عنده undisplaced distal radial fracture مثلا نعمل له كاست ورجع بيته. بيقوم بيعملوا ريفيرال للفيرشوال فراكشر كلينيك اللي هي يومي عندنا كونسلتنت الصباح بيجي براجع الريفيرالز دي كلها بيشوف طيب العيان ده عملوا فولو بعد اسبوعين جيبوا لنا في الكلينيك، العيان ده بعد اسبوع جيبوا لنا في الكلينيك غيروا لي الكاست، العيان ده بعد 3 اسابيع تعالوا اعملوا مثلا اكس راي وجيبوا الكلينيك كده. فانت لو ما فاهم السيستم ممكن واحد برضو في الاي دي ما فاهم السيستم يضرب لك يقول لك والله يا دكتور عندنا العيان ده عنده distal radial fracture وهو يكون undisplaced تعال شوفه، وانت تكون اصلا عندك 10 referrals راجع تاني تقول له خلاص ما مشكلة تقوم تخطه في اللستة كمان يبقى لك 11 referrals بدل 10 تمشي تجيه متأخر بعد ذاك بعد 3 ساعات ولا 4 ساعات وانت تكون اصلا ما محتاج تشوفه تضيع زمنك وتضيع زمن العيان. تمام، فدي النصيحة انه know the ED pathways well. يعني انا مرات حتى ناس الايدي بيضربوا لي بيكون مثلا في دكاتره جداد او مثلا بيكونوا داير يجازفوا لي معيان كده كويس يرفروا لي سبيشاليتي فانا بقول لهم لا ده انتوا الايدي باثوي بتاعكم انتوا عباره عن كده وكده وكده فما يفترض اصلا ترفعوا لي العيان ده وشكرا. تمام، طيب كذلك know the pathways of your department as well. يعني قد تكون في certain injuries عندها pathways معين
في دوكيومنتيشنز معينه، في فورمات معينه يفترض تملاها لاي عيان. فدي يفترض اول ما تيجي تعرف. وحس اي زول لما نبدا دائما اصحابنا دول كلهم الامريكان، بس النصيحه اللي بديها لي من اول ما الزول يجي في فتره الشادوينج بتاعته الاولى، من اول يوم اي ورقه فورم بتستعمل في الديبارتمنت بتاعك شيل منها نسخه ورجع بيها البيت. اقرا الفورمات دي كلها، فورمات بتكون واضحه جدا. مثلا في في تي اي فورم اللي هي فينس ثرومبوليزم فورم، دي بيعملوها للعيانين كلها مثلا، بس عشان انت تعرف انه الحاجه دي لما انت تقرا لك فورم تكون طويله مثلا صفحتين ولا ثلاثه صفحات تقرا في البيت وتيجي تعرف بيملوها كيف. لما تكون اون كول ما حتمسك اكتر من دقيقه واحده عشان تملاها، لكن لما يا دوب تيجي تقرا وانت يا دوب بادي الاون كول وانت ما عارف فيها شنو، حتمسك فيها زمن كثير، حتعطلك زياده. فنو يور باث واي از ويل. وكذلك انت في الاول دائما انه زول تو ادابت للسيستم، يعني يكون عارف الحاجه دي ما حاجه هينه. فانا كنت بعمل وكنت بجيب او يعني بعمل لي تليجرام شانل كمثال، بدخل فيها الحاجات دي كلها، الباثويز، الصور بتاعت الفورمات، الحاجات دي كلها بخليها قاعده معايا، عشان في اي وقت داير اتاكد من حاجه اقوم افتح موبايلي بلقاها قدامي. طيب في ابلكيشنز معينه بتساعدك كتير في الشغل، سواء كان انت في الوورد ولا في اللون كول. منها حاجة اسمها بوكيت دكتور، ده mainly to assess the ill patients who are in the world، يعني وريك البروتوكول زعديل يفترض يعني انت تعمل assessment كيف how to manage the common causes of deterioration in your patients وكده. تمام. طبعا اذا عملت ALS برضو بتكون عارف اغلب الحاجات. اذا عملت الكورس على CRISP اللي هو Care of the Critical Ill Cerebral Patients بتكون برضو عارف اغلب الحاجات. فعموما شغل عبارة عن assess، يعني initial assessment, initial management, escalate if needed. تمام. ف هذا المين يعني. طيب نخش طوالي بعد ده في ال كان يقول بيان بالعمل، نخش في الكيسز. تمام. طيب زي ما قلنا احنا السيناريوهات بتاعتنا، يا اما انت عندك حاجة في اللون كول، يا اما انت عندك حاجة في الورد. الاون كولز عموما بتكون تبي تسيد اون كول لفترة 12 ساعة من 8 ل 8، سواء كان صباح سواء كان مساء سواء كان ايام عادية سواء كان ويكند. طيب قاعد الاون كول بيكون ماسك البليب بتاعك، عندك رقم معين، اي زول محتاج اورثوبيديك انبوت بيقوم بيدق لك في البليب ده. كويس. طيب نجيب اول سيناريو. بليب بتاعك دقة، ضربت الرقم، رفعوا لك ناس الاي دي. طيب يا دكتور احنا عندنا العيانة الفلانية دي عمرها 90 سنة وقعت وعندها نيكو فيمر فراكشر في الرايت سايد مثلا. تمام. طيب while you are in the phone افترض تشيل الهيستوري يا جماعه زي الناس. كويس. يعني دائما احنا في برضو حاجه اللي هي ما كويسه، اللي هو بيضربوا لك بيقول لك والله يا اخي العيان ده بتاعكم، في عيان بتاع نيكو فيمر عندنا في اليدي هو عيانكم يعني. طيب ما يعني ما في مشكله انه يكون عين نيكو فيمر، نحن هنشوف، لكن قد يكون العيان ده عنده ستروك، يعني يعني عمره 90 سنه وقعت، ممكن تكون ضربت راسه، ممكن يكون عنده حس انتركرينال بليدنج. فيتأكد من الهيستوري والإكزامينيشن، لو في إنفستيجيشنز عملوها، لو في أي إنفستيجيشنز مطلوبة مننا نحن كديبارتمنت ناس الإي دي عملوها ولا ما عملوها، تتأكد من الحد كلها قبال ما تقفل التلفون وتكون أخذت الريفيرل. تمام. لأنه ونص إنه قفلوا التلفون معناته الريفيرل ده بتاعك. تمام. طيب مشينا الإي دي طوالي بعد ما أخذنا الريفيرل. طيب تعمل أسسمنت للعيان، الطب بتاعنا الواحد ده history examination، بعد ذاك تشوف الانفستيجيشن زي اللي انت مفترض تعمله. تمام. عيانة زي دي 90 سنة وقعت which is highly expected، حصل لي نيكو فيمر فراكشر، هتيجي تعمل الهيستوري بتاعك كله، تشوف الفول was it witnessed or not. طيب و
اذا كانت ان ويتنس طبعا ده بياخد عليك الريسك بتاع انه حصلت هيد انجري، تمام؟ فبتطلب حتى بعد ذاك السي تي هيد، اذا حسيت كذلك انه اللاسوكوما سكيل بتاعها از لو تقوم طاري تطلب السي تي هيد. مهم حسب الانديكيشنز الكلينيكال انديكيشنز اللي احنا عارفينه، تعمل الاسسمنت بتاعك هتلقى مثلا الليج از شورتند اكسترنال روتيتد، العيان ما قادر يحركه وكده، نتاكد باقي مثلا اموليه الفيشيال ياك بلوك عشان تو كنترول ذا بين which is the most important thing يعني. So إحنا الأورثوبيدكس you do the operations to improve the pain and to improve the function. تمام؟ So you have to control the pain since the first instance يعني. طيب عالة زي دي هتحتاج عملية، فأنت يفترض طوالي to be proactive وجهز حاجات على العملية اللي هي ال consent forms، البلوت تتأكد إنه تاخد، الكروس ماتشنج تتأكد إنه تاخد، تعمل الكونسنت فورم للعيانة، تعمل ليها ماركينج، تكتب الـ WHO تشيك ليست الجزء الأول فيها، والحاجات دي كلها تفترض تكون proactive وتعمله كويس، تكتب الميديكيشن ساعت الزولة دي لأنه بعد ذاك هيعمل ليها admission، وتدي الانستركشن ساعت الفاستنج إنه طيب إذا جيت العيانة دي جيت شفتها بالليل، افترض العيانة دي مثلا من الساعة 2 صباحا تكون نيل باي ماوس يعني، تمام؟ طيب إذا كانت العيانة برضو سيناريو الآن بيجي كتير بالنسبة للعيانين زي ديل، مثلا نيرسينج هوم ريزيدنت عمرها 90 سنة عندها ديمنشيا، نيرسينج هوم ريزيدنت ليه هتكون هنا كونسنت 4 ما هتكون كونسنت 1؟ فإنت you have to inform the family إنه العيان دي حصل ليه كده، عندها حاليا نيكوفيون فراكشر، نحنا دارين نعمل ليه شنو العملية، الريسك بتاعت العملية شنو، البنفيتس بتاعتها شنو، في الغالب هتحصل ليه متين. وبعد ذاك الحاجة الثانية إذا كان في أي discussion بتاع do not apply resuscitation توري يعني relatives من الأول كويس. طيب ده السيناريو الأول. السيناريو الثاني اللي هو برضو من ال common injuries الثانية اللي بتجينا اللي هي ال distal radial fractures زي ما قلنا في الأول، اللي هي ده في الحالة دي حيرفروا لك بس الحاجة اللي هي displaced. تيجي للعيان تعمل assessment زي ما قلنا اللي هو ال history examination، وتاخد ال هي ده المهم في الموضوع هنا ده إنه ال في ال examination في ال assessment is the distal neurovasculature. You have to assess it properly. You have to document it properly. لأنه أي حاجة ما documented was not done basically يعني. تمام؟ بعد ذلك بتعملين manipulation under hematoma block، تخطها في cast، وبعد ذلك ترسل العيان لcheck x-ray عشان تتأكد manipulation بتاعتك دي هل كانت كويسة ولا لا. إذا ما كانت كويسة ممكن تعيدها تاني، وإذا كانت كويسة تمام، لكن كويسة دي ذات بعد ذلك خشون بيوت صح. في manipulations الكويسة إنه بعد ذلك العيان حيبقى لي for conservative management، ما حيحتاج أي عملية تاني، ولا في manipulation و casting بيكون مقبول، لكن العيان سواء كان يا إما بسبب الإنجريزات الأصلية يا إما بسبب إنه manipulation ما كانت fully satisfactory لكن في أسلوك ما حتقدر تعمل أحسن منها، قد يكون العيان بعد ذلك يحتاج عملية. فبتقوم طوالي بتملى طوالي برضو حتبقى proactive، هتجيب ال consent forms، هتجيب ال VTE forms، هتجيب أي form يفترض تدعمل، تعمل له marking وكده، تخليه يعني النيرسز يعمل له الاي سي جي اذا كانت مثلا اكثر من، اذا كان عمر العيان اكثر من 50 سنه يشيلوا له البلوتس وكده، وتكلم العيان تقول له خلاص ارجع البيت، احنا بنتصل عليك الصباح بعد التروما ميتنج وبنوريك انت اذا تحتاج العمليه طوالي نفس اليوم اليوم اللي بعده اذا في ثياتر سلوت ولا كده. تمام؟ طيب ده السيناريو الثاني. السيناريو الثالث برضو من الحالات اللي بالنسبه لنا بنلقى فيها يعني بيضرب لنا طوال عشان نشوفها اللي هي موضوع السيبتيك أرثرايتس. سيبتيك أرثرايتس بالنسبة لنا is an emergency. You should deal with it as soon as possible. لأنه أنت قدر ما تخليه، إذا كان سيبتيك أرثرايتس قدر ما تخلي سيبتيك أرثرايتس لفترة، قدر ما يعني to destroy the joint to articular surface يعني. تمام؟ طيب ضربوا ليك ناس الاي دي، نحن جانا العيان الفلاني ده عنده hot swollen knee for the past
2 دايز اخذنا البلوتس بتاعته، الواي بي سيز بتاعته 15 مثلا، السي ار بي بتاعه 150، وي ار كويرينج سبتيك ارثرايتس. طيب انت ممكن تعمل اكزامينيشن للعيان، تيجي تلقى انه في ليميتد رينج اوف موفمنت، تيجي تلقى انه ال مثلا اذا كانت في الني انت ما يعني العيان كان نوت ويت بيرونت بيكوز اوف ذا بين which is all expected with the septic arthritis. هذا يكون بعد ذاك العيان يقول لك والله لكن انا اصلا عندي جاوت، والله انا اصلا عندي سيفيروس ارثرايتس، لكن how are you going to differentiate؟ فانت في النهايه you have to depend on your clinical sense، انه الحادي ما شاكتر عليه، انت تشوف الانفلاماتوري ماركرز بتاعت العيان، تشوفه هل هو سيبتيك ولا لا، من البلدز اللي بتشيلها برضه يفترض تشيل بلد كلتشرز كويس، لأنه في النهاية ذا سبسيس، فدي تبع السبسيس 6 بندل يعني. لكن ال 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 at the end of the day nothing will exclude septic arthritis but for aspiration. يعني أنت لازم تعمل نيدل aspiration، تدخل نيدل جوا الجوينت، تشيل الجوينت فلويد سامبل وترسلها للمايكروبيولوجي. هنا ده يعني احنا ما نقول حل الحادي ايرجنت، ليش مثلا احنا في التراست بتكون في المستشفى بتاعتنا ما بكون في معمل المايكرو الاساسي بتاع التراست، لكن انت بتضرب طوالي بالتليفون معمل المايكرو الاساسي له في مستشفى تاني جنبنا بيرسل لك تاكسي طوالي عشان يجي يشيل العينه، لانه الحادي فيري ايرجنت، يشيل العينه بيجيب لك النتيجه مثلا بعد ساعه، يقول لك طيب لقينا اورجانيزمز مثلا في الجرام ستيننج، ولا لقينا انكريز وايت بلاد سيلز ولا كده، يعني يو اكت اكوردنجلي يعني. تمام، we have to put things in mind يعني، اللي هو لما تعمل الاسبيريشن، طبعا انت ممكن تعمل اسبيريشن لاي جوينت، ممكن يعني اغلب الجوينتس اللي بيجيك بكويري سيبتيك ارثرايتس اللي هي بتكون الني كويس، ممكن زياده على الني يجي يقول لك الشولدر، ممكن يكون الالبو، ممكن يكون الريست، ممكن يكون الانكل. تمام، اسهل حاجه طبعا الني لانه كبيره جدا، بتخد الني دي في الجوينت بيشيل الفلويد بتاعك. الحاجة اللي يفترض تكون عارفة إنه you can't do aspiration في الإيدي إذا كان ال joint artificial joint، يعني ما ممكن تشيل من prosthetic joint، لازم يكون native joint، لأنه أي processes أنت لو دار تدخل نيدل فيه يفترض تكون في sterile environment. فإذا كان نفس السيناريو بتاعنا اللي قلنا بده بالنسبة كان لعيان عنده prosthetic joint، طوالي بتقوم بتعمل ليه الاسسمنت بتاعك، بتعمل البلدز بتاعتك، تتاكد ان انت شلت البلدز كلها انكلودنج البلد كلتشرز، تعمل ليه طوالي كونسنتنج لاسبيريشن اوف هيز جوينت اندر انستيزيا في الثياتر، تعمل له ماركينج كونسنتنج وتتاكد انه العيان صايم عشان يدخلوا الثياتر ويشيلوا منه العينه بهناك في الثياتر، واذا احتاجوا يعملوا له واش اوت طوالي بعد ما يشيلوا العينه. تمام، طيب دي الثلاثة سيناريوهات المين في الأونكول. طبعا الأونكول بيكون زي ما قلنا 12 ساعة، مثلا إذا كان شغال بالداي تنتهي الساعة 8 مساء بتسلم للنايت أونكول، إذا كان شغال النايت أونكول تستلم من بتاعت داي أونكول وبتجي الصباح الساعة 8 صباحا بيكون عندك التروما ميتينج where you present all the cases which were seen in the last 24 hours to all the consultants present with all the other team members، سواء كان ميدل جريدز ولا جونيور دكتورز as well. هناك بتشوف الديسيجن بتاعتك اللي اخذتها صح غلط، بتقدم العيانين اللي عملت لهم ادميشن ولا عملت لهم ديسكارد والحاجات دي كلها. تمام، طيب ده الانكول سيناريوز. هسه حاليا بعدين نمشي للورد سيناريوز. الورد زياده عن اليوجوال وورد تاسك يعني اللي هي قاعده في اي سبيشاليتي، اغلب الاورثوبيديك ديبارتمنتس في المستشفيات كلها الاس اتش او بيعمل الورد راوند براو، يعني انت ما تتوقع انه يكون عندك كونسلتنت يجي معاك الورد راوند، ما تتوقع انه يكون عندك ريجسترار يجي من الورد راوند، هتعمل الورد راوند براك، ولكن في اي وقت لو احتجت لاي مساعده ممكن تسالهم بيقدم لك مساعده، ممكن تطلب انه اي واحد فيه يجي بيجي بيعمل معاك الورد راوند، لكن النورمال ريفيوز ار يور اون ريسبونسبيلتي. الكونسلتنت في كونسلتنتس كويسين وممتازين ومهتمين وكده ممكن يجي يعملوا برامج الريفيوز، لكن في الغالب الحاجة الغالبة إنه الحياة الورد بتكون على الاسد شو، إلا إذا احتاج اسكاليشن لريجسترار والكونسلتنت ممكن يجي يعملوه. الكونسلتنت بيشوف العيانين في حاجة اسمها البوستيك
وورد راوند، اللي هو بعد ما ينتهي اللون كول، اللون كول مثلا بيكون باسم الكونسلتنت الفلاني. فبعد الترو ميتنج، بعد ما يقدموا لي الحالات كلها، بيقوم بيشيل التيم بتاعه وبيمشي يشوف العيانين الادميتد ده في البوستيك وورد راوند. تاني اظن اخر حاجه تاني بيشوفه في اهو في ال يا اما في الثياتر يا اما بيشوفه بعد ذاك في الفولو اب. تمام؟ فانت ديورنج انت الحاجه دي عليك انت يعني. So you have to see the patients, you have to do the ward rounds, لو في issues to resolve, لو في investigations to case, وهكذا. طيب نيجي للورد سيناريوز اللي هي الـ ممكن يضربوا لك ليه وانت قاعد في اللون كول. كويس؟ قاعد في اللون كول، ضربت لك النيرس القاعدة في الورد على الأورثوبيدكس، الدكتور عندنا العيان الفلاني ده دخلناه الليلة، عملوا له ادميشن في الصباح، انت اللون كول الساد بالليل، دخلوا اللون كول بتاع النهار، عيان 25 years old male, sustained tib fib fracture, وخدته في cast, he's awaiting surgery tomorrow. العيان ده له ساعة بيشكي من severe pain, اديناه analgesia including morphine, he's not responsive to it, ف please come and assess him. هنا انت حتخد في بالك طوال شنو؟ اذا كان young male, ميكانيزم فينجري، من الصباح قاعد خاتنه في كاست pain non responsive to analgesia، تخد في بالك طوال compartment syndrome. This is an emergency, you have to go immediately to the ward, you have to assess the patient first by the ABCD approach طبعا. بعدك تمشي للليم طوالي، تشيل الكاست برا، تشيل all the يعني you have to remove all the circumferential dressings as well. تعمل assessment للليم للساينس تاعت الكومبارتمنت سيندروم اللي هي البين، باراسيزيا، باراليسيز، بالر، بايكيلوثيرميا وهكذا. تمام؟ تشوف البلس كذلك، تشوف البيرفيوجن تاع الليم، اهم حاجه تشوف انه في بين مع الباسيف ستريتشنج للافكتيف كومبارتمنت ولا لا. طيب انت الزول ده شاك انه عنده الكومبارتمنت سيندروم ده، هتقوم طوالي تضرب للريجسترار تقول له والله يا حبيبنا الحاصل كده 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 كده، والزول ده شاك عنده كومبارتمنت سيندروم، يقوم طوال يجيك حتى لو في بيته هيجيك. لأنه طبعا انت بالليل في الأورثوبيدكس، اذا انت ما ميجر تروما سنتر بتكون سادي براك، ما بكون معك ريجسترار ولا كده يعني، ممكن في بيته يعني. فتبقى برواكتيف كذلك، تعمل كونسنت يعني للعيان للأوبريشن تاعت فيشيوتومي، تعمل له ماركينج، تتأكد انه عنده كروس ماتش بلود تايكن، وتتأكد انه فاستنج، تكلم الناس الثياتر كذلك. تمام؟ طيب ده الكمبارتمنت، حدي لوك الدكتور ما انت هتخليه خات الليم بتاعته إليفيتد، تديه بروبر انالجيزيا لحد ما هو ايتنج للأوبريشن. طيب السيناريو الثاني اللي هو بيجي برضه كتير، ما في حاجة سيجنيفيكنت، لكن بضرب لك النيرس بتقول لك الله يا دكتور العيان ده is scoring في الميو سكورينج ده اللي هو بيشوف الفيتالز يعني respiratory rate, pulse rate, blood pressure, temperature, oxygen saturation وكده. بقول لك العيان ده scoring deteriorating شديد، في score معين مثلا لحد 3 ده ممكن يشوفوا ال F1 يعني foundation doctor 1، بيعمل assessment للعيان، بعد ذاك هو إذا ما قدر to manage يعني بيقوم بيضرب لك بيستشيرك. لكن في سكورات كثيره، وممكن حتى اذا لفتو اذا الفاونديشن دكتور ذاته شافه وبعد ذاك ضرب لك، افترضت تيجي تعمل اسسمنت كذلك براك. فهنا ده زي ما قلنا قبل، بتستعمل ال ALS protocols, CRISP protocols to see this patient، تعمل انيشال اسسمنت بتاعك، تعمل انيشال مانجمنت سواء كان اوكسجين فلويدز، تشيل ال بروبر بلود انفستيجيشنز، ولو في محتاج مثلا كيس اكس راي، لو في سبايتي سيمتومز وكده. When you have to escalate, escalate immediately. دي الحالة الكويسة يعني انت في اي وقت you can escalate. عندك الميديكال تيم قاعدين، سواء كان اسد شو سواء كان ريجسترار، تضرب ليه من حاصل كده 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 كده. I need you to review this patient. وانا لحد اللحظة الفلانية دي عملت له كده وكده وكده وكده. تمام؟ قول له خلاص احنا اجي حسي هنشوف العيان ده، لو عندهم اي حاجة advice ممكن تتعمله في الوقت ده بتعمله، تنطلق انت بعد ذاك. تمام؟ طيب دي الحالة الاساسية. أغلب الحالات اللي بتكون في النظام يعني كحاجة بس أوفر فيو عامة، بس نصايح قبال ما ينتهي، إنه ال أنت in any job يعني هنا في UK you have to be active, be initiative و proactive برضو، لكن know your job. تمام؟ know your job عشان ما
يعني خليك helpful لكن be careful not to be used. انت في النهاية انت زيك زي زول تاني جايبينك بالكونتراكت، يفترض تأدي وظيفة معينة، ما أكتر من كده ما أقل من كده، دافع لك قروش عشان تعمل حاجة معينة. patient safety should be your primary concern. دايما build a good relation with your team and with other staff as well. الحاجة دي بتفرق شديد، تفرق شديد، تفرق شديد. يعني لما يكون عندك علاقة كويسة مع باقي التيم بتاعينك، سواء كان السينيورز، الجونيورز، النيرسز الشغالين معاكم برضو، الحاجة دي will be of يعني beneficial شديد لك أثناء الشغل. كويس، and it will definitely make your job easier. During your work ما تنسى روحك بس يشتغل في الحالة الكلينيكال، you have to do other things as well. Get involved in audits, especially quick ones. يعني ما don't get stuck in very big projects, or at least يعني ممكن تعمل لك one big project، لكن دائما اعمل projects بتكون ما بتمسك زمن، عشان انت في النهاية هي عبارة عن tick boxes بس. كويس، و be involved in researches, be involved in teaching to build your portfolio، لأنه دي عبارة عن transitional period بس. يعني انت بتشتغل اسد شو، الايم بتاعك بيكون يا اما to get into training او to progress يعني للنكست ستيب. تمام، حاجات بسيطة لأنه احنا كنا برضو متكلم عنها في باقي السيشنز، اللي هي موضوع ال ST3 applications. يعني احنا حاسين بيتكلم عن اسد شو ليفل بالنسبة للناس اللي دايرين يقدموا لل ST3 في ال orthopedics. نفس الطريقة اللي قلناها في ال introductory session، اللي هو دائما بيكون التقديم بتقدم بي application form، بيكون بعد ذاك في self assessment. كويس، بتقدم الحاجات اللي انت عملتها او كده، وبيحصل سكورينج معين وبصفوا بيه الناس في لونج ليستينج، في شورت ليستينج، انترفيو ستيج، بعد ذاك بيشيلوا العدد اللي هم محتاجين له. الحاجات هنا الاساسية، لانه في شوية اختلافات بينه وما بين ال CST application اللي احنا تكلمنا عنه قبل كده، اللي دائما ال ST3 في الأورثوبيدكس على الاقل من الحاجات المهمة بالنسبة لهم، اللي هي الفترة بتاعت الاكسبيرينس اللي انت يعني اشتغلتها من بعد الفاونديشن بروجرام. تمام، فاذا كانت الفتره دي اقل من 39 شهر كده تمام، ما عندك اي حاجه. اذا كان انت قضيت اكثر من 39 شهر بعد الفاونديشن بروجرام، بعد ده بيقوموا بيقسموا السي في بتاعك كله على فاكتورز ديبندينج اون ذا ديوريشن اتسلف. يعني مثلا لو قلنا مثلا من 39 شهر لحد 48 شهر، بيقوم بيقسموا السي في بتاعك على 2. لو من 48 شهر لحد 60 بيقسموا على 3، لو اكثر من 60 بيقسموا على 4، وهكذا. بس كمثال يعني، قد تكون الارقام مختلفه. من هذا الثاني اللي بتفرق في البورتفوليو بتاع الاس تي 3، اللي هو بيكون الاورثوبيديك اكسبيرينس نفسها. يعني مثلا اذا بقول لك انت ما عندك اكسبيرينس بيدوك زيرو، اللي هي دي قبالة الاس تي 3. يعني إذا عندك experience من أقل من 10 شهور بيدوك مثلا 4 درجات، إذا عندك من 10 شهور لحد 42 شهر، كويس، دي بتكون عندك الماكسيم، بتكون تقول مثلا عندك 8 درجات. وكل ما تزيد أكتر من كده بتقوم تاني بترجع بتنقص، لأنهم دارين في النهاية ليفل معين بتاع trainees، ما دارين زول over qualified، ما دارين زول لسه بدري. يعني other surgical experiences، مثلا عندك experience في plastics، في general surgery، في urology، أو المهم في ال other surgical specialties، دي برضو بتكون حاجة additional point بالنسبة لك. ST3 بيفرق من CST. CST لما تجي بيكون عندك goal معين، إنه أنت بنهايته مثلا تكون اشتغلت لك عدد عمليات بسيط كده. لكن ST3 أنت يفترض يعني عندهم تبع البورتفوليو بتاعهم اللي هي ال surgical experience بتاعتك، إنك أنت الحاجة اشتغلتها بيدك، اللي هي ده في الأورثوبيدكس. They need you to do extracapsular neck of femur fixations، سواء كان DHS ولا سواء كان intramedullary nailing. الماكسيموم بتاع الدرجات بيدو لك إذا أنت عملت 12 أو أكتر، أو more than 12 operations يعني. بعد ذاك الحالة السابتة اللي هي researches، audits، presentations، teaching degrees، سواء كان مثلا master، PhD ولا كده، leadership positions،
فدي ثابتة زيها زي موضوع السياسي، بس بيفرق انه الدرجات دي كلها قد يتم يعني قد اقسموها لفاكتور معين حسب الاورثوبيديك اكسبيرينس بتاعتك لحد ما تحصل ال S3 ليفل، او عموما كلينيكال اكسبيرينس سوري لحد ما تحصل ال S3 ليفل. ف in conclusion زي ما قلنا هو good specialty fun، زاد الناس اللي بيحبوا الميكانيكا والامور دي ما بيحبوا النظم الكتير تاع الطب ده. الاون كولز بلاي قدام يعني سبيشالتي اللي قدام بالنسبه لي زول كونسلتنت وكده، افتكر انه بتكون جود سبيشالتي زي ما قلنا. از اون كول كونسلتنت انت بتكون ريلاكس، نادرا ما نحن يجينا كونسلتنت ديورينج الاون كول، نادرا 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 الا اذا كان الكونسلتنت شغال في ميجر تروما سنتر، دي حاجه بتكون تاني لانه قد يكون اللود اكبر بعد. لكن شغال في مستشفى ما ميجر تروما سنتر، الاون كول كونسلتنت بيكون مبسوط يعني كويس. كذلك طبعا اورثوبيدكس فيها جود الكتيف ماركت يعني بالنسبه للناس القرش كويس. ف just to summarize اورثوبيدك يعني كون الزول يبدا بأورثوبيدك جوب is an easy thing, one of the best jobs to start your NHS experiences with. You have to master the ward and the on-call tasks عشان تدي روحك فرقة تشارك في الثياتر وفي الكلينكس، تمام؟ لأنه زي ما قلت لكم دي الحاجة الأساسية اللي هم جايبيننا ليها. Always assess patients well and document well. لازم تدوكيمنت your assessment well. At the end of the day what matters most is patient safety. So assess patients, manage them according to your medicine يعني. But escalate when needed. Escalate when you are not sure or when you need help. Always go with the safe option, so don't risk it. تمام؟ وشكرا. نشوف الأسئلة بتاعتكم عشان لو في واحد عنده سؤال جاوبه. طيب how long it took from completing the registration to get the job؟ يعني بتفرق، ما في حاجة ثابتة، بتفرق حسب الكواليفيكيشن بتاعك، بتفرق حسب الابليكيشن بتاعك اللي بتقدميه. لكن يعني دي كانت انا عملت التو انترفيوز، الانترفيوز التانية ما كانت الأولى ما كانت سكسسفول، دي كانت الانترفيو التانية، فما هنا فحسب يعني دي ما حاجة ثابتة. في ناس بيجي ريجستريشن ليلة بيقدمه بعد شهر ممكن يلقوا جوب، في ناس ممكن يعملوا ريجستريشن سنة كاملة يكون يلقوا جوب. بس الزول يحاول يشتغل على الفاكتورز كلها اللي بتفرق، اللي هو السي في بتاعه، الابليكيشن فورم بتاعه اللي بيقدم بيه الجوبز، والانترفيو سكيلز بتاعته. اوكي جود بوينت. كود ايكوين سيندروم از ون اوف ذا ايمرجنسيز، بليز توك اباوت ات. Good point. أنا صراحة نسيت أخدتها في الـ presentation بتاعي، which is ده غلط كبير مني صراحة. طيب cold equine syndrome دي من الحاجات اللي احنا في السودان عندنا مشكلة فيها وما بنعرفها، أو actually حتى لو عرفناها ما في facility بتخلينا أصلا to manage it urgently. يعني cold equine syndrome is one of the spinal emergencies. It's basically compression of the nerve roots in the cold equine at the end of the spinal cord يعني. فهنا ده الكود ايكوانا طبعا is pure spinal emergency، لكن اغلب المستشفيات ما بكون فيها spinal service، يعني بتكون في spinal units معينة في الريجن. فالمستشفيات بتقوم بيشوفوا العيان في الاي دي، اذا كان كود ايكوانا او يعني كويري كود ايكوانا
طوال بدر والاورثوبيديك تيم في الغالب دي في اغلب المستشفيات. طيب سيناريو ضربوا لك يا دكتور، عندنا العانه الفلاني ده عنده باك بين فور 3 دايز، ناو هيز هافينج بايلاترال سياتيكا مثلا، او عنده يورينري انكونتيننس فور 2 دايز، او باول انكونتيننس فور 2 دايز مثلا، او عنده ويكنس في الليفت ليج فور 1 داي. مهم عندك ريد فلاجز بتاعت كورا ايكوينا، و بيشنت ده عندنا كويري بتاعت كورا ايكوينا، فتعال شوف. تمام، اي بيشنت بتاع كورا ايكوينا انت شاكك انه كورا ايكوينا، بتمشي تعمل له بروبر اسسمنت، بروبر هيستوري، بروبر اكزامينشن، فول نيورولوجيكال اكزامينشن وذ بي ار اكزامينشن، لازم تعمل له بلادر سكان اللي هي بري اند بوست فويد سكانز، تشوف الفوليوم بتاعه قاعدكم، تعمل دوكيومنتيشن للاسسمنت بتاعك كله. العيال لازم يعمل ايرينت ام ار سكان، بعد ذاك اذا في اي كويري في الام ار سكان يو هاف تو ريبورت تو ذا سباينال تيم. اغلب السباينال هوسبيتالز بيكون عندها اونلاين سيستم، بتقوم بتخط الريفيرال اونلاين وطوالي بيرجعوا لك مثلا within an hour or so. اذا كان في اي سسبيشن بالنسبه لهم او اي نيد فور ايرينت سيريكال انترفنشن، طوالي هم بيعملوا ارينجمنت للترانسفير للبيشنت. Very important thing، يعني كمية أغلب الكليمز actually بتاعت الـ NHS بتجي من الـ spinal cases بتاعت الـ code equine دي، يعني large economic burden على الـ system، وشكل لازم زول يكون عارفة كويس. تمام، وأي زول لما نجي المشكلة الكويري بتاعت code equine، حتى ناس الـ ED في كركبه، عشان كده بيكون عندهم الـ threshold ذاته للـ referral، لأنه زول ده code equine بيكون low شديد، عشان كده مرات بيجيك shit referrals ما كود ايكوانا، لكن هتعمل شنو؟ قال لك كود ايكوانا خلاص ما حتقدر تعمل حاجه، لانه يو هاف تو بروتكت يور سيلف ليجالي اند يو هاف تو بروتكت يور جي ام سي نمبر. تمام، فشكرا على التذكير يا عثمان، شكرا يا سامر. بالنسبه للنيوروسيريا، النيوروسيريا اللي هتكلم عنه زميلتنا ان شاء الله مروه رشيد في واحده من السيشنز الجايه ان شاء الله. As I'm rotating registrar in orthopedics, what is your advice? Is it better to come for a research job or registrar job? Thanks in advance. Riyad. طيب يا رياض. I think it's difficult to يعني كم immediate لاز registrar here and expectations بتكون حاجة معينة. ال registrar انت في النهاية التاسك بتاعتك بتكون clinics، بتكون شغل في الثياتر، ساعمل عمليات وكده، بتكون شغال سينير لكمية بتاعت جونير صحتك. فافتكر انه انت اذا عندك ال skills، عندك ال qualifications، حتى لو جيت في SHO level ما بتقعد كتير. يعني في هنا ناس كمية بيجوا على level بتاع ال SHO ممكن يقعدوا مثلا فترة 6 شهور ولا كده to just adapt to the system يعني، وبعديها طوالي بيقوموا بيطلعوا على المستوى بتاع الريجسترار، بيقدموا على الريجسترار يعني بس to adapt to the system يعني. لأنه انت لما تكون junior level بتكون supported، المستيكس بتاعتك حتى لو حصلت يعني انت بتكون فوقك تيم تاني بيغطي عليك وكده، لكن الريجسترار تكون independent. اوكي، فدي احسن خيار يعني. كورسات المطلوبة لل ST3، انا ما متاكد صراحه اذا كان الابلكيشن فورم يعني بخطه تبع ريكويرمنت انه يكون عندك كورس معين، لكن السيلف اسسمنت بورتفوليو ذاته ما فيه كورسات انت يفترض تعملها عشان تخش في الاس تي 3. لكن اذا كان في كورس مهم بالنسبه للاورثوبيدكس اللي هو الاي دي ال اس، اي دي ال اس از فيري امبورتنت، واحتمال يكون من الـ من الانتري كرايتيريا يعني انك انت تدخل في الاس تي 3 نفسها. فـ ATLS من الكورسات الناس بيعملوها طوالي في الأورثوبيدكس اللي هي كورسات الـ AO. كويس. How to improve interview skills. في كتب يعني كتير interview skills، في واحد اسمه medical interviews، في واحد مثلا للسيناريوهات بتاعت السيرجري وكده بالنسبة للناس اللي بيقدموا للسيرجيكال جوبز، في واحد اسمه CST interview CST interview yeah. كويس، فالكتابين دي الكويسات جدا بالنسبة لزول دار يجهز للانترفيوز. طبعا البراكتس أهم شيء.
تجهزوا الكلام على السي في بتاعت الزول، تجهزوا الكلام بتاع الحالة الكلينيكال، زول يحضر من الكتب دي، وكذلك في سيناريوهات بتاعت مانجمنت برضو بتلقوها مكتوبة في الكتب. Is it easy to get a training job in orthopedic in UK? Training job إذا قصدك في ال CST ولا في ال ST3؟ في النهاية إحنا زي ما قلنا في ال session بتاعتنا الأولى، إحنا يعني خلوها من التعاون بتاع إنه is it easy or is it difficult، like بس إحنا بنقول it's doable، تمام؟ زي ما غيرك عملت انت ممكن تعملها، قد توفق وتلقى الجوب، قد ما توفق ما تلقى الجوب، لكن انت بتعمل عليك اللي هي بتجهز السي في بتاعك، بتجهز السكيلز بتاعتك للانترفيوز، تكون برو اكتيف، تشتغل في الحاجات اللي انت افترض تشتغل عليها، النواقص بتاعتك، يعني you have to know how to hack the system يعني، تمام؟ يعني انت زي ما قلنا في الكلام الاول بتاع البورتفوليو كده في السيشن انترودكتوري بتاعتنا، الشغله دي كلها عباره عن تيك بوكسز، انت شوف انت الحاجه اللي انت ناقص فيها اشتغل فيها عشان تعمل البوكس ده وتشيل الادريات بتاعته. المرحله اللي بعديها بتكون الانترفيوز، فالانترفيو افترض تجهز ليها السكيلز بتاعتك، تخش في كورسات بتاعت انترفيوز وكده. في النهايه تلقى هنا عندنا كميه بتاعت ناس اللي هم حسي حاليا اورثوبيديك ترينيز ST3 and above سودانيين، منهم واحد اوريدي حسي كان بيعلق قبل شوية فموجودين كويس، فعلى مستوى CSC على مستوى ST3، فزي ما هم قدروا انت ممكن برضو تقدم وتلقى جو كويس. تمام، تقدر كده وطينا اغلب الحاجات. بس لو في اي واحد عنده سؤال ممكن ناخد كومنت، وفي الايام الجايه ممكن الزول يمر ويجاوب على الاسئله دي. تمام، شكرا جزيلا لكم.